والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من فيديو جديد، واهلا وسهلا بكم قناة. اذا اول مرة اشوف القناة فلا تنسى السبسكرايب او الاشتراك جوا، وان شاء الله زر الجرس اهم شيء. وياي صديقي حيدر اليوم، واليوم راح اعرفكم على مترو مرمراي الجديد. هذا مترو مرمراي اطول اضخم مشروع مترو او نقل صار باسطنبول، ينقلك من هاكلي من اخر القارة الاوروبية لاسطنبول الاوروبية الى اخر شو يسموه محطة، اخر محطه بالجزء الاسيوي من اسطنبول، يعني انقلكم من قارتين جو البحر. اوكي، وهسه راح اشوفكم اياها. هسه انا محطه فلوريا، هاي محطه فلوريا، تنزلون من محطه فلوريا ام المتروبوس اللي علمتكم عليها ذاك البلوج، تاخذون تاكسي تقولوا له مرمراي مترو فلوريا، بس قولوا له هيك هو راح يجيبكم هنا. اوكي، وهاي المحطه هسه خلينا نشوفكم اياها. عندك شيء تريد تضيفه قبل ما نفوت؟ راح نشوفكم داخل المترو والمحطات البي. طبعا المحطه هي هاي، تفوتوا لها باسطنبول كارت، وشوفتكم اياها بالفيديو السابق وشلون تاخذوه، كله موجود بالفيديو السابق، واحد من فيديوهات القناه اسمه شلون تستعمل كارت اسطنبول من الصفر لما علمتكم كل شيء بيه. اوكي، اذا ما شافه روح شوفه، وبعدين تعال شوف هذا. اوكي، شوفوا المحطات مال هذا المترو، اخر وحده بالجزء الاوروبي هاد كلر حياته مكتوبه، واخر وحده بالجزء الاسيوي قبزه. شلون تعرفون؟ شوفوا هسه من هنا من تركبون المترو، من هالطرف تاخذوه على هاوكالي على اسيوي، من على قبزه على اسيوي، من هاي الطرف احنا راح نوقف بهذا الطرف، احنا رايحين على اسيوي. احنا حاليا بفلوريا بالجزء الاوروبي من اسطنبول. نعرف احنا الخارطه مال المترو، المحطه مالتنا، اي محطه احنا بيها داخليها، حتى نعرف احنا وين راح، يعني وين راح نروح. المكان اللي متوجهين له، متوجهين لاسيوي، نركب اللي هو باتجاه الاسيوي. المحطات تسمى باسم اخر محطه بكل خط. اوكي، يعني الفقره اللي يريد يقولها حيدر انه الاتجاه مسمى باسم اخر محطه من المترو، من خط المترو هذا. اوكي، تعرفون لو اتجاهين انتم ما راح تعرفون وين راح. اذا تريد تروح الاسيوي فلازم شو اسمه تعرف شنو اخر محطه بالاسيوي، واذا تريد تروح الاوروبي فلازم تعرف اخر محطه بالاوروبي. اي شغله سهله يعني. واذا نشوفكم خارطه، هسه اذا لقينا خارطه اسهل هوايه. اوكي، نشوفكم خارطه، اذا شفنا خارطه هسه بالطريق. طبعا بكل محطة مترو اكو خارطة تقول لك انت وين. هسه احنا هنا بفلوريا، وهاي هاوكالا اخر محطة بالجزء الاوروبي من اسطنبول. شوف هاي المحطات كلهن، مثلا احنا هسه نريد نروح البوسطه، بس ثواني لما توصل اخر محطة بالاسيوي اللي هي قبزه. قبزه مثلا نريد نروح البوسطنجي، احنا رايحين البوسطنجي، هذا اليمين او اليسار راح نشوف هنا مكتوب هاوكالا وهنا مكتوب قبزه، ويا الاتجاهات. الاتجاه احنا ميالنا، واحنا هنا نريد نروح لهذه الجهه، نركب هذا الاتجاه، الاتجاه هذا المحطة الأخيرة اللي بالجهة الثانية. اوكي، لو كنا احنا بوسطنجي ودريد نروح نرجع لفلوريا لازم نركب اتجاه هالكلي اللي هو، يعني هسه احنا حاليا راح نصعد هذا اللي رايح على قبزة يونو. اوكي، يعني شنو على طريق قبزة اللي هو يروح على الاسيوي. هاي المحطات مالته هي نفس المحطات بس الاتجاهات تختلف. اوكي، احنا هنا راح نروح وين؟ على بوسطنجي هياتها هاي، رايحين هنا. اوكي، طبعا هذا المترو سهل هواي امور. يعني اول شيء لازم اعطيكم اياه معلومه انه هذا المترو يفتح بالساعة 6 الصبح، يقفل بال 11 بالليل، مو 24 ساعه، من 6 ل 11 بالليل، من 6 الصبح ل 11 بالليل. وهذا المترو طبعا راح يساعد هواي بالتنقلات بين الجزء الاسيوي والاوروبي، لان اكو مشكله انه الباخرات توقف بالعشرة ساعه بالعشرة، وهم بطيئه وتوصلك من محطه لمحطه من المترو. اوكي، فهي هاي احلى فقره بيها. هسه اشوفكم المترو من جوهم كلش مرتب. هيات المترو، طبعا هذا المترو مال المرمراي، هو اسمه مرمراي، كلش مشهور بسرعته ومنظم من جوه كلش حلو، وبالعاده تقدرون تلقون مكان تقعدون به. شوفوا كلش حلو. شوفوا هاي كلها فارغه، هذا القسم بالاخير يعني لقيناه بعد هنا. يا الله، طبعا هذا الفقره هنا ذوي الاحتياجات الخاصه اهل الكراسي المتحركه يقدرون يوقفون هنا ويربطون كراسيهم بهذني. هاي شغله كلش مدارين بيها، واكو اماكن خاصه من الحوامل، واكو اماكن خاصه للاطفال. طبعا تركيا مشهوره بهذا الشيء، الباصات والمتروات كل شيء، انه مهتمين بجماعه الاحتياجات الخاصه والاطفال والحوامل. بما انه هسه احنا بالمترو، فحبيت انوه انه هذا المترو سهل هواي بربطه، قبل شوي كنت تحكي ونقف على نجي المترو. هذا المترو ساعد هواي شغلات، لان شنو هو شيء تاخر، ثاني شغله يتاخر بالليل، تقدر ترجع له بالليل متاخر. ثاني شغله قصدي اني وصلت من مكان كلش بعيد لمكان كلش بعيد، يعني كلش سهل الامور علينا كلش. يعني هذا المكان رايحين له هسه احنا بالعاده لو ما المترو نوصل ساعتين، ويا المترو بنص ساعه يمكن او ثلثين ساعه، يعني ماكسيموم 45 دقيقه، يعني صار ساعه وربع علي. شلون طرق وتحويلات باصات مدري شنو، هاي مترو واحد يوصلك من هناك.
زائد انه هذا المترو ما راح تمل فيه زين، يعني المناظر كلها حلوه. هنا انا مثلا البيوت شوفوا هناك غابات، ها شوفوا هاي سمعت واحد تحكي هذا الكنترول مال المترو يقول لك انت اليوم حاطه هسه، يعني اذا ما تعرف تقرا تركي مثلا على الاقل سامع الاسم المنطقه فراح تتفهمه، يعني هاي شيء سهل عليك هواي امور. هاي الباصات والمترو كلها فيها هاي الخاصيه. وهاي بعد 45 دقيقه تقريبا وصلنا نص القاره الاسيويه، نص الاسيوي من اسطنبول بعد 3/4 ساعه. هاي بالحاله العاديه كنت اوصل لها بساعتين ساعتين ونص. يلا وصل لها من نفس المكان اللي جيت منه 45 دقيقه، اختصرنا ساعه وربع بيروت. وبعد يكمل بعد هواي محطات اللي قدام. هاي احلى حد قفزي صف سكاري تقريبا يعني خرافي. هذا المترو خرافي، لازم تجربوه ولازم تستعملونه لانه هو راح يساعدكم. بالنسبه لتعريفه مال الدخول او اجره الصعده بهذا المترو تعادل صعده بالمتروبوس، يعني تقريبا 4 الى 6 سيارات تطلع حسب المحطات اللي مشيتها تدفع مره ثانيه، لازم تفصل الكارت قد ما شيء انت زياده، لان هي تعتبر سفره ترى. تساعد تدفعون مرتين بحالة إذا صعدتوا من أول لآخر محطة، لأن كل شيء هواي، والمرتين راح تسوي 6 ليرات إلى 8 ليرات، يعني بالدولار دولار ونص بس إذا صعدتوها مرتين، إذا مرة واحدة دولار. ولهنا أنا نزلنا وش يسموه، أنا كنت بهذا البلوج أو هذا الفيديو كنت أريد أشوفكم المترو مرمراي بعد التحديث، لأن هو من زمان موجود بس هسه بعد التحديث صار هالطول، يعني كلش مفيد كلش خرافي. وش اسمه حيدر راك يشتري الرفاع الفيديو؟ حاليا لا. اوكي هذا المترو اي انتقاله تريدون تسووها بين القارات من منطقه لابعد منطقه ما ادري شنو بعنا، فماكم حل غير المرمراي لان هو اسرع شيء موجود وامن شيء واهدى شيء واريح شيء هم، فيا ريت استفدت من هذا الفلوق. طبعا المحطات مالته كلكم تقدرون تطلعوها بالجوجل، ما راح اقدر انه انزل كل محطه واقول لكم وين، لان تقريبا 30 محطه هم 30 نزله، يعني راضي 3 ايام فيديو 3 ايام طوله. فمن الجوجل تقدرون تطلعون انه بس اكتبوا مرمراي كذا مرمراي ستاسيون والمنطقه اللي انتم بها راح اطلع لكم اقرب محطه لكم وتروحون تاخذوها ويمشي بكارت اسطنبول. هاي الاختصار ما تكلم الموضوع. اوكي يا ريت استفاديتوا، واذا استفاديتوا من هذا الفيديو لا تنسون تسوون الاشتراك جوا هذا الزر الاحمر دوسوه وشغلوا الجرس حتى تجيكم الاشعارات، بدون جرس ولا اشعار راح يجيكم للاسف هذا تحديث اليوتيوب هيجي. وذاك ما حد جاي لاسطنبول فتزور هذا الفيديو خلي يستفاد منه، لا خير في كاتم علم. واللي هنا نقول لكم باي باي، مع السلامه.